بسم الله لكل الستات اللي رجليها تعبانة وظهرها تعبان وما بتقدرش تعمل حاجات البيت لأنها مش عارفة، ملهاش روتين معين تعمل بيه. كل الفيديوهات بتتكلم عن روتينات بقى الست اللي بتروح وبتيجي وهل كان تقريبا بتفضل مثلا واقفة 6 ساعات على رجليها. طبعا الروتينات دي ما بتنفعناش خالص للستات اللي رجليها وظهرها تعبان، ما بينفعش. ففي ستيبس كده او خطوات هنمشي عليها، هي ان شاء الله باذن الله تساعدنا في روتين البيت. اول حاجة المساعدة. مش عيب ان احنا لو تعبانين قوي نطلب المساعدة. ممكن تطلبي المساعدة من زوجك، ايه يعني لما يساعدك، وتعرفي ان انت تعبانه، وتعرفي اولادك كمان ان هو ان انت تعبانه فلازم يساعدوكي. نظام بقى ان انت ما تقولهمش عشان ما مت يعني ما تشغلهمش والكلام ده، لا ما ينفعش، لان كده كده هتشغليهم يوم لما التعب بيزيد عليكي اكتر وترقدي خالص. فهو يا الحل ده يا ده، فانت اختاري الحل الاولاني ان انت تقولي لهم. طبعا كمان ممكن تطلبي المساعده من اختك، من مامتك، ان يعني ربنا يديها الصحة، بتساعدك. لو انتي وجيرانك كويسين جدا ممكن تطلبي من جارتك، لان المساعدة دي بتلف، يعني ممكن انتي تساعديها في يوم، هي بتساعدك في يوم، انتي تساعديها في يوم كده يعني. فمش عيب ان انتي تطلبي المساعدة من حد. واكيد لو عاملة عملية حاجة اكيد طبعا يعني محدش هيسيبك. الخطوة التانية بقى، الستيب التاني، هي اللمسة الواحدة. ايه موضوع اللمسة الواحدة؟ اللمسة الواحدة دي قريتها كتير في مقالات للسلوك الإيجابي، كان منها أجنبي يعني، والتربية كمان، يعني تنفع كمان لتربية الأبناء. ايه هي اللمسة الواحدة؟ مثلا لو الولد مثلا جه دخل من المدرسة لابس الكوتش والشراب بتاعه، قلع الكوتش مثلا وهو بلمسته بمسك الكوتش هيحطه في مكان، في جزامة هيحطها في الجزام المكان المخصص ليها، ما اضطرش بقى انتي حطيتيها بلمسة حطها وبلمسة انتي هتشيليها من مكانها وتتعبي. وانتي كمان فخطوة اللمسة دي هتنفعك جدا، لانك انتي مثلا عملتي ميك اب والحاجات بتاعت الميك اب، بدل ما تحطيها بنفس لمسة مثلا وانتي ماسكة علبة هتروحي حطاها في مكانها. نفس الكلام في المطبخ، مسكتي حاجة بنفس اللمسة تحطيها. فانتي علمي نفسك وعلمي اولادك الخطوة دي. تاني حاجة لازم، وهي يعني بيترتب عليها الاولانيه، لازم لكل حاجه ليها، لازم يكون ليها مكانها. يعني الشوزات لازم يكون ليها مكان، اللي هي شوز يعني لازم يكون ليه مكان. او لو ما فيش جزامه يبقى انت مخصصه حاجه كده تتحط فيها. المشاط والبرفينات لازم يبقى ليها مكانها. كل حاجه في البيت لازم يكون ليها مكان عشان تتحط فيه وما تعملش يعني هرجلة كتير. مثلا كتب الأطفال بتاعت المدرسة وبتاعت الدروس والكراريس والكلام ده لازم يكون ليه مكان. رابع حاجة هي البوكس. في بوكسات بتيجي من شفتها كتير في مولات وسوبر ماركت وحاجات كتير يعني، في الأسواق كمان. البوكسات البلاستيك اللي هي كبيرة شوية، اللي هي لتنظيم الحاجة دي، احنا بقى مش هنستخدمها للتنظيم، احنا كستات بقى تعبانة هنستخدمها فيه. هندخل مثلا للصالة بتاعتنا، فيها مثلا كتب وفيها دباديب وفيها حاجات لازم تروح للمطبخ وفيها هنا. طبعا انت هتعملي ايه في العادة؟ هتمسكي مثلا الكتب تحطيها على بعض وتروحي حطاها في اوضة الاطفال، تمسكي الدباديب مرة تروحي حطاها، مرة الكوبايات والمعالق والاطباق اللي كانت محطوطة تروح حطها، مرة تفضلي راحة جاية جاية وراحة لا،
البوكس ده هيسهل عليكي الحاجات، هتلميها في البوكس مثلا، حاجات راحة لأوضة الأطفال هتلميها في البوكس وتروحي حطاها في أوضة الأطفال مرة واحدة، حاجات راحة المطبخ هتلميها مرة واحدة وتروحي حطاها حاجات، دي هتساعدك كتير ان انت ما تفضليش رايحة جاية. خامس خطوة هي الوقفة الواحدة. ايه موضوع الوقفة الواحدة؟ يعني انت مثلا دي اكتر هتعرف تطبقيها وانت في الحمام والمطبخ، في مثلا في المطبخ وانت واقفة في طبقين، هيبقى في طبق في السائل المواعين اللي انت بتستخدميه مع شوية المية مع لفت المواعين، هتروحي عاملة الحاجة اللي اتوسخت بسرعة، دي هتساعدك ان ما بقاش فيه كوم مواعين كبير مضطرة ان انت تغسليه ويقعد معاكي ساعة مثلا، وانت اصلا ظهرك ورجلك مش قادرين تقفي اصلا. هيساعدك الموضوع ده في اني في الحمام ازاي، وانا في الحمام اكتر حاجه في الحمام بتتعب هي ال او بتتبسخ بسرعه هي ال سوري في القعده في قعده الحمام وال الارضيه، فبالتالي انت وانت واقفه وانت واقفه يعني قدرتي تعمل القعده باي حاجه منظف انت بتعملي بيه والارضيه. وان شاء الله باذن الله في فيديو تاني هكلمكم عن حاجه كده في الحمام كتير ناس بتنظف وتعمل وهي اصلا مش نظيفه خالص وبتخلي الحمام كله جراثيم، هكلمكم عنه واكلمكم عنه في فيديو تاني عن خلطه كده بمكونين بس هتخلي بيتك كله من اول حمام واطبخ اوضه النوم كل حاجه هتبقى ريحتها حلوه وبرضه هتقتل الجراثيم. نرجع لموضوعنا. ستة، ممنوع الإرهاق. ممنوع مثلا انتي تعبانة فتروحي عزمة مثلا صاحبتك، عزمة اهل جوزك، ازاي وانتي تعبانة في العزومات؟ احنا عارفين بنقعد ممكن بال10 ساعات واقفين، بنغسل المواعين ونطبخ ونوضب ونشوف المعازيم عايزين ايه، كل ده تعب. يعني انا اعرف واحده دخلت العمليات تاني يوم عشان عملت عزومات وهي تعبانه، فارحمي نفسك لو تعبانه ما تعمليش عزومات وما تعمليش الكلام ده، ولو تعبانه ما يبقاش في الشوبينج الكبير قوي ده اللي هو تلمي فيه حاجات الشهر، لا ما يبقاش في الاكلات اللي هي اللي بتتعب بتاعت المحاشي، كل الحاجات دي لازم تاخدي بالك منها ان ما تبقاش في الايام بتاعت التعب، لما ربنا يأذن وتبقي كويسة اعملي اللي انت عايزاه. حاجة ودي انا بشوفها ان هي مهمة جدا، انك تهتمي بنفسك في تعبك، بمعنى يعني اهتم بنفسي مش معنى ان انا تعبانة افضل بهدومي كده وتبقاش وتبقى عاملة عليا وممكن تكون مش نظيفة حاجة بسيطة علشان انا تعبانة، ده بيأثر في نفسيتي. تسرحي شعرك، اللي بيحط بيحب يحط ميك اب يحط وانت تعبانه، لكن نظام بقى شكلك وانت تعبانه ومش قادره، ده النظام انت مش قادره تتحركي خالص، اما لو قادره تتحركي تغسلي وشك تظبطي نفسك كده بحيث ان انت حتى نفسيتك تكون مرتاحه. كمان كده خلصنا بقى الخطوات خلاص، في بقى حاجات مهمه بقى، 3 معلومات مهمه، 3 معلومات على المشي كده هنقولهم. اول حاجة، مش شرط ان انت لما تقومي من النوم وتلاقي ظهرك تعبان ورجلك ومش قادرة ورقبتك تعبانة يبقى انت كده تعبانة، لا احنا بننام غلط اصلا وطريقتنا في النوم غلط، ممكن ننام بنقعد بقى نشلد والكلام ده الغطا ناخد لطشة برد، ممكن ما يكونش عارفين ننام كويس على المخدة فبالتالي رقبتك بتكون تعبانة، فمش شرط ان انت قايمة من النوم ظهرك ورجلك تعبانة يبقى انت تعبانة، لا ممكن تلاقي نفسك قعدت شوية خدت الفطار بتاعك بقيتي كويسة، فده مش شرط ان تكوني تعبانة. لو لقيتي نفسك طبعا فضلتي تعبانة خلاص. تاني حاجة ودي المهمة، النفسية هي اللي بتتعب، ممكن تلاقي رجلك تعبانة وإيديك تعبانة وفعلا هم تعبانين،
ورقبتك ولا جسمك كله عظام، جسمك كله تعبك. بس تروحي للدكتور، ودي حصلت مع ناس كتير، تروح للدكتور يقول لها انتي ما فيكيش حاجة. راحت لدكاترة نفسيين، لاني او مخ واعصاب، قال لها يا ماما انتي ما عندكيش حاجة خالص خالص، بس من كتر الضغط النفسي الجسم بيتعب، العين بتتعب، الرؤية بتقل، كل ده من الضغط النفسي. فبالتالي خلي بالك من الضغط النفسي، لأنه ممكن هو اللي يكون سبب قلبك التعبان ورجلك التعبان وكل حاجة فيكي تعبان. تالت حاجة ودي المهمة، إن لقيتي نفسك تعبانة قوي وخلاص لازم تروحي للدكتور. مفيش حاجة اسمها أصل طب استني شوية، طب لأ، أمراض العظام لو استنيتي عليها بتزيد وبتتعبي أكتر، وانت عايزة بقدر الإمكان تكوني كويسة عشان بيتك وأسرتك، ويا رب يعيننا كلنا.